ونبقى في شأن سوريا، حيث قتل طفلة وأصيب 20 آخرون في انفجار ضخم بسيارة ملغمة قرب مدرسة ومشفى وسط مدينة عزاز السورية. وتتزامن الحادثة مع تصريحات تركيا عن قرب عملية عسكرية بمشاركة فصائل المعارضة السورية تستهدف مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شرق الفرات. بالقرب من المشفى الأهلي وسط مدينة عزاز شمال حلب وقع الانفجار اليوم، طبعا صباح اليوم، في هذه المنطقة المكتظة بالسكان المدنيين. طبعا تعتبر هذه المنطقة مدنية بامتياز، لا يوجد أي مقار عسكرية أو تواجد للمقار العسكرية بالقرب من هذه المنطقة. طبعا لا تزال عمليات الإنقاذ في هذه المنطقة من قبل الدفاع المدني وأيضا منظومة الدفاع المدني ومنظومة الإسعاف التي تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه حتى هذه اللحظة. طبعا يوجد بحسب الدفاع المدني يوجد عوائل لا تزال عالقة تحت الأنقاض، تحاول منظومة الدفاع المدني نزع هذه الأسقف من البناء الذي وقع على أصحاب هذه المنازل. طبعا حتى الآن يوجد تواجد كثيف للجيش السوري الحر في هذه المنطقة، تأمين هذه المنطقة من قبل الشرطة والأمن العام المتواجد في مدينة عزاز وفي شمال حلب. طبعا حتى هذه اللحظة هناك حصيلة القتلى، قتيل واحد وعدد من الجرحى نتيجة هذا الانفجار. قحطان مصطفى، التلفزيون العربي، ريف حلب الشمالي.